أكد وزير النقل عقب اجتماع لجنة النقل بالبرلمان أن تطوير البنية التحتية لمنظومة السكك الحديدية سيوفر الأمال للمواطنين إلى جانب توفير عائد اقتصادي كبير. خطة تطوير السكة الحديد كان لازم نتكلم بصراحة. احنا خطة تطوير السكة الحديد عايزينها بقى ما تبقاش كلام في الهوا، لا تبقى حاجة كده مفعلة، ونستغل ان في ارادة سياسية قوية عايزة فعلا يعني تصلح الرأب اللي في المنظومة بتاعت السكة الحديد اللي مستمرة كانت من 50 سنة. فلازم نتكلم بقى تطوير السكة الحديد. احنا النهاردة انا طولت الشق الفني والتطوير المؤسسي للسكة الحديد، دي كانت مهمة جدا بالنسبة لنا، اللي احنا لازم السكة الحديد محتاجة تطوير فني معين في بعض الحاجات الخاصة بالبنية الاساسية او البنية التحتية عشان تحقق الامان بتاعت الناس. دي نمرة واحد، هتحقق الامان بتاعت الناس وهيبقى ليها مردود اقتصادي في المستقبل.